أستاذ أحمد طرطار أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة. مساءك سعيد سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبمشاهدي قناة نهار الغراء. أهلا بك سيدي. إذن سيدي، بداية في تعقيبه على العرض الذي قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم حول وضعية وأفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، رئيس الجمهورية شدد على الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغرج بلاد في أقرب وقت ممكن. إذن كسؤال مبدئي، ما هي قراءتكم لهذا القرار؟ هو الحقيقة قرار شجاع، قرار ينتقل من فكرة تنظير الفكرة لفكرة تسييد المشاريع واقعيا، خاصة بعد يعني صناعات محصولة رئيسة 2020 واللي تم من خلالها تدارس كل هذه المشاريع، والآن تأتي مرحلة التتويج، وأعتقد أن مجلس الوزراء هذا الأخير سيكرس عملية إنجاز هذه المشاريع في مستويات ثلاثة، على مستوى الغرب غرج بيلات، وعلى مستوى الشرق حد الهدبة، وعلى مستوى الوسط أميزور. وبالتالي هنا راح ننتقل من يعني في قطاع المناجم نقلة نوعية، بما يؤدي إلى تكريس كل هذه المشاريع واقعيا، وعندئذ راح إن شاء الله نفتح آفاق جديدة للتنمية ونوسع من مجالات هذه التنمية ووفق هذه المشاريع نقدر نقول الواعدة اللي تم بعثها والآن يتم نقدر نقول تكريسها واقعيا. طيب أستاذ، لو نتحدث الآن عن القيمة المضافة التي يمكن أن تساهم بها عملية استغلال مناجم غرج بيلات للحديد، والتي أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالشروع في استغلالها؟ هي قيمة مضافة متنوعة على المحالة. أولا راح تشكل مردود إيجابي بالنسبة للخزينة العمومية من خلال ما تدر هذه المناجم والسيارات، مردود مالي، بالإضافة إلى أنها تحدث طفرة نوعية في المنطقة من خلال استقطاب العديد من الكفاءات، من خلال استقطاب العديد من الأيدي العاملة، من خلال بعث أنشطة مكملة اللي هي من شأنها أن تعطي نوع من الحركية في تلك المنطقة، وعندئذ هي بالتالي تشمل كل يعني معايير التنمية المستدامة، بما يؤدي إلى خدمة الإنسان وتتويج هذه الخدمة في يعني منتهاها من خلال هذه الإجراءات اللي راح تترجم في شكل موارد مالية، في شكل أنشطة، في شكل مناصب عمل، في شكل توافقات وتبادلات في سياق المنطقة من خلال طبعا تنويع الأنشطة إلى آخر الأشياء. وبالتالي هي نقول طفرة نوعية في المنطقة ستعطي يعني ثمارها في القريب العاجل، وبالتالي تكرس عملية التنمية المستدامة في هذه المنطقة على بقية المناطق وبقية الأنشطة. طيب أستاذ، في وقت سابق رئيس الجمهورية كان قد أمر بالقيام بعملية مسح كامل وإحصاء دقيق لكل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر، وأيضا استكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة. هل في رأيكم ربما ستكون حل ثابت ومستقر لاقتصاد طويل المدى بالجزائر؟ لا محالة، وأعتقد أنه ديدا الحكومة الحالية أنها من خلال يعني هذا العملية نقدر نقول المستاء التي تستهدف مسح بواطن الأرض، وبالتالي تفعيل كل الأنشطة التي تخرج من هذه البواطن في سياق فكرة المناجم وكذلك فكرة الطاقة، وعندئذ راح تكون هذا المسح مسح هادف يؤدي إلى تحديد مناطق الأنشطة المختلفة على امتداد الرقعة الجغرافية اللي هي رقعة جغرافية طويلة جدا وكبيرة جدا بالنسبة للجزائر، وعندئذ راح يكون كل منطقة وعندها خصوصية يعني بعث المشاريع المتعلقة خاصة في المجال المنجمي، سواء كان زنك ولا كان فوسفات ولا كان حديد ولا كان أورانيوم ولا كان ذهب ولا كان فضة، وبالتالي راح تكون نوع من هذا المسح يعطي إمكانية للاستغلال الفعال والرشيد في كل هذه البواطن الأرض من خلال بعث أنشطة في مناطق مختلفة من ولايات القطر، وعندئذ راح يكون عندنا تنمية مستدامة شاملة وملمة بكل الأنشطة إلى تحديد مساحة لكل مناطق الجمهورية. طيب أيضا الرئيس شدد على مواصلة ربما تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، كل هذا سيكون لتزويد السوق الوطنية بمادة الحديد وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة، ربما هل يمكن أن تتحدث لنا عن هذه النقطة؟ هذه نقطة أيضا مهمة، والآن لما يتم استكمال هذه الإجراءات
راح يكون عندنا شبه نوع رزمة من الأنشطة التي تكمل بعضها البعض في مجال استغلال الحديد والصلب، وبالتالي أولا تزويد السوق المحلية بما يجب أن تتوفر عليه، ثم إذا كان هناك فائض وراح يكون له محل فائض راح يصدر خارجه وبالتالي يحقق إيرادات بالعملة الصعبة. إذا فهذه انطلاقة واعدة بحول الله راح تمكن كل الفاعلين في القطاع يعني نقول المنجمي فيما يتعلق بمادة الحديد والصلب، وبالتالي إحياء كل الأنشطة اللي كانت ربما غير مستغلة في السابق، وبالتالي تطوير الفعل الإنتاجي بما يؤدي إلى أن تحقق يعني التنمية المستدامة وتحقق الإيرادات. طيب ربما كسؤال ختامي، من المعروف أن قطاع المناجم أهم خيار استراتيجي لإنشاء الثروة، ومع قرار منع استيراد الرخام السيراميك والخزف، هل تتجه ربما الجزائر لاستغلال اليوم منتوجاتها، وهل هي خطوة لتشجيع المنتوج المحلي، وما المطلوب حاليا لتعزيز الموارد المنجمية وتوفير مناخ أعمال مستقطب وجالب للاستثمارات؟ أعتقد هذا يعني نقدر نقول مطلب من المطالب الأساسية اللي كان ينادي بها المستثمر المحلي، واللي هو مستثمر واعد وعنده القدرة على تتويج الفعل الإنتاجي تتويجا إيجابيا، ربما بقدرة تضاهي القدرة نتاع المستثمر الأجنبي. وعندئذ لما تتوفر هذه الموارد محليا لابد أن يكون لها قوانين تضبطها بما يؤدي إلى تسييرها على مستوى وطني وعدم يعني مناستها على الأقل وهي في طور التصنيع ولا في طور نحن نقول الحبوب شيئا فشيئا، بما يؤدي الى ان الحكومه ترافقها من خلال هذه الاجراءات. هذه نسميها اجراءات مرافقه تؤدي بالتالي الى اخذ بالمنتوج الوطني بيده حتى يكبر وحتى ينضج وحتى يستطيع ان ينافس المنتوج الاجنبي، وعندئذ يطرح كمنتوج منافس و يعني بكل نديه للمنتوج الاجنبي. اما الان اعتقد باللي من الضروره ان الحكومه تخلي مثل هذه القوانين بما يؤدي الى انها ترافق هذا المنتوج الوطني حتى ياخذ يعني يكبر وحتى ينمو وحتى يستانس به المواطن الجزائري فيما في استهلاكه، وعندئذ يعم استهلاكه كل ربوع الوطن. ولما يعني يصل الى هذه المرحله من النضج، عندئذ يمكن للمنتوج الاجنبي ان يكون داخل كل سياق المنافسه الحره، وتكون عندئذ للمنتوج الوطني مكانة مرموقة في سياق المنتوج الدولي بسرعة. وهذا ما نتمناه. أستاذ أحمد طرطار، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، نشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته لنا.